ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنتكلم مع بعض النهاردة في حاجة مهمة، هي التعرف على فكرة الويندوز أو ما يسمى بنظام التشغيل اللي احنا أشهر نظام تشغيل بنتعامل معاه الويندوز. نظام التشغيل ده يعني باللغة الإنجليزية يعني Operating System. الأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل ده وظيفته مهمة جدا، هي ان الكمبيوتر اصلا بمكوناته المعروفة الشاشة والسماعات والكيبورد والكيسة والماذر بورد والبروسيسور والرامات والهارد ديسك، الحاجات دي حاجات كويسة جدا بس هي عبارة عن جماد، فازاي انا اتعامل معاها وانا انسان وهي جماد، مفيش لغة مشتركة ما بيننا. فاللي بيسأل موضوع اللغة المشتركة ده هو نظام التشغيل او اللي بيقوم بدور الوسيط ما بين، يعني انا لو بتحدث العربية وجي حد بيتحدث الانجليزيه بيتكلم معايا، مش لا انا افهمه ولا هو يفهمني، يبقى لازم نجد مترجم. المترجم ده هيفهم، بيعرف اللغتين بحيث انه يقدر يتعامل معاه ويعرف يتعامل معاه. هي نفس الفكره، اوبريتنج سيستم نفس الفكره بالظبط، هو وظيفته ان هو بيفهم الانسان وبيقدر يفهم الجهاز، يعني بيعرف الانسان انت هتعمل ايه دلوقتي وبيعرف الجهاز انت هتعمل ايه دلوقتي، يعني كل واحد دوره ايه. فمثلا انا لما بضغط على قائمه الستارت دلوقتي، مين اللي قال للكمبيوتر ان انا عايز افتح قائمه الستارت؟ هو الويندوز. الويندوز اتفاهم مع الجهاز نفسه بكل مكوناته فخلى ده يفتح قائمه الستارت. فاي عمليه بسيطه او كبيره او صغيره انا بتتم عن طريق الويندوز. فكره الويندوز، كلمه ويندو باللغه الانجليزيه اصلا يعني شباك، يعني نافذه. فهم لما جم يعملوا كمبيوتر زمان قوي عملوه كوماند لاين انترفيس. يعني ايه كوماند لاين انترفيس؟ يعني الواجهه اللي هي الحاجه اللي انت بتتعامل معاها بتشوفها بعينيك، الشاشه، الحاجه اللي بتبقى ماليه الشاشه قدامك دي اسمها واجهه. الشاشه زمان كانت سوداء او زرقاء وما كانش فيها حاجه تانية خالص غير الكلام، كان كلها كتابه وحروف انجليزي وارقام انجليزي بس، فكان الكمبيوتر استخدامه صعب جدا. جم طوروا الفكره ديت وقال لك طب ما احنا نعمل الكمبيوتر بشكل اخر، اللي هو ان احنا نخلي واجهه المستخدم اللي هي الانترفيس بتاعك انت بتقابله ده صور، رسومات زي ما حضراتكم شايفين. انا طول ما انا ماشي في الجهاز بقابل رسومات، يعني تحت لو بصيت جنب الساعه هلاقي رسومات، لو بصيت قائمه الستارت هلاقي نفسها رسمه، لو بصيت جوه قائمه الستارت هلاقي رسومات. كويس. طب شركه مايكروسوفت بقى لما جت تعمل رسومات قالت لك طب الناس برضه كانت عامله ازاي مع الجهاز؟ قال لك نخليهم يتعاملوا من خلال ويندوز، من خلال شباك. فلو ضغطت على ماي كمبيوتر ضغطتين شمال هتتفتح لي كام ماي كمبيوتر، هلاقي عباره عن ايه؟ عن شباك زي ما قدام حضراتكم دلوقتي اهو، شباك. فدي الفكره الاساسيه اللي جت منها فكره ان هم يبسطوا الكمبيوتر ويحولوه من كوماند لاين انترفيس لجرافيك يوزر انترفيس، جرافيكال يوزر انترفيس. يعني بدل ما كل تعاملنا يبقى عبارة عن كتابة يبقى التعامل فيه صور. فلما لقوا موضوع الصور ده عملوا معاه كمان موضوع الماوس عشان يبقى الكمبيوتر سهل جدا، لدرجة ان احنا بنلاقي اطفال صغيرة جدا في السن وفي نفس الوقت بتقدر تتعامل مع الكمبيوتر. فدي الفكرة الاساسية، بلاقي انا واجهة المستخدم عندي عبارة عن الصورة اللي قدامي اللي انا كاتب فيها سنة اولى كمبيوتر ابراهيم عبد الحميد مصر، التليفون، الايميل. الصوره ديت عباره بسميها عن انا ديسكتوب، يعني سطح المكتب، يعني كانك قاعد على مكتب زي المكتب اللي انت حاطط عليه الكمبيوتر كده. ده السطح اللي هو بيشيل لك كل الورق والحاجات المهمه اللي انت بتحتاجها على طول. وتحت لها تاسك بار، شريط المهام اللي هو الشريط اللي بيوضح لك المهام اللي بيقوم بيها الكمبيوتر حاليا. خلاص، يبقى ده ديسكتوب، سطح المكتب، تاسك بار، شريط المهام. شريط المهام بيتكون من 3 اجزاء. الجزء الازرق ده بيظهر فيه الحاجات اللي انا فاتحها، يعني اي حاجه انا فاتحها لازم تظهر زرق. طب انا مش فاتح حاجه، هيظهر زي ما قدام حضراتكم دلوقتي ان انا مش فاتح في حاجه. بعد كده قائمه ستارت، قائمه ابدا، ستارت مينيو. بعد كده الجزء بتاع الساعه ده اهو، والساعه نفسها والجزء بتاعها ده اسمه نوتيفيكيشن اريا، كان زمان اسمه سيستم تري. دلوقتي انت ممكن يجي الكمبيوتر يقول لك تري فانت تعرف على طول ان هو قصده على جنب الساعه. الجزء ده اسمه نوتيفيكيشن اريا، احنا بنسميه اختصارا الساعه وجنب الساعه تسهيلا على الـ على الـ على الواحد، يعني كمان كلمه نوتيفيكيشن صعبه شويه في النطق بس.
دلوقتي احنا اتعرفنا على الحاجات اللي بتواجهني خلاص، اللي بيقابلني طول ما انا ماشي في الجهاز اللي هي الرسومات ديت، كل رسمه من دوت اسمها ايكون، ايكون فدي اسمها ماي كمبيوتر ايكون. تمام، دايما انا بضغط طول ما انا بتعامل مع الجهاز بضغط على الرسمه نفسها، ماليش دعوه بالكتاب يعني، انا ما بضغطش على كلمه ماي كمبيوتر، بضغط على الرسمه بتاعتها. فانا لما بضغط على ماي كمبيوتر بيفتح لي النافذه، الشباك اللي احنا قلنا عليه. الشباك ده فيه ثلاث حاجات اساسيه بتتحكم فيه، اللي هما الثلاث زراير اللي فوق دولت. الزرار الاولاني بيقفله لو ضغطنا عليه، الزرار الاولاني اللي هو الاكس الحمراء ديت علامه الغلط ديت، او اول ما اقف عليها تلاقيه كتب لي بالانجليزي كلوز يعني اقفله، خلاص كده قفلته. طب عايز ارجع افتحها، اضغط عليها ضغطتين تاني. اللي جنبه بيعمل ايه؟ بيكبر بيخليها تملى الشاشه ويصغر، هو هو نفس الزرار، بيكبر ويصغر، بيكبر لما تبقى صغيره، بيصغر لما تبقى كبيره، خلاص. تالت زرار بيخبي الشاشه اللي انا فاتحها ديت او الويندو اللي انا فاتحها ديت تحت في التاسك بار، بمعنى اهي نزلت تحت في التاسك بار، هي مفتوحه ماي كمبيوتر مفتوحه، بس ايه، بس حاططها لي تحت في التاسك بار عشان ما تشغلنيش، عشان انا عايز افتح حاجه جديده خلاص. يبقى انا بخبي ديت مؤقتا لان انا عايزها برضه، بس عايزها كمان شويه. فلو ضغطت عليها تحت ضغطه شمال هتبان، ضغطت ضغطه كمان هترجع تختفي، يبقى ضغطه شمال هتظهر، ضغطه شمال تانيه ترجع تختفي تحت او تستخبى تحت. العمليه ديت ممكن نسميها التخطيص او التعويم، تعويم النافذه او تخطيص. خلاص دول التلات حاجات الاساسيه اللي بتحكموني في النافذه اللي قدامي. في حاجه كمان، الشاشه ديت كبيره في نظر البعض، فاجئ هنا من الجنب من الكورنر بالظبط هلاقي طلع لي سهمين، واحد سهمين شعاع يعني، سهمين من ناحيتين بيخلي الشاشه تصغر وبيخليها تكبر، بيخلي الشاشه تصغر وبيرجعها تاني. طب انا ازاي بعمل العمليه دي؟ اول ما بيظهر لي السهمين السمر دولت بضغط على الماوس وما بشيلش ايدي من عليه، وبعدين بصغر واكبر، اصغر واكبر. طب اقدر اصغر واكبر لحد امتى؟ لحد الشكل اللي قدام حضراتكم ده، لحد يعني تقريبا مش النافذه تبقى كلها اختفت خلاص. يبقى انا بعمل ايه عشان الموضوع ده يظهر تاني؟ اقف على النافذه في الكورنر واقوم ضاغط على الليفت كليك، ضغط ضغطه شمال على الماوس وما اشيلش ايدي مع الاستمرار، اسمها كونتينوس كليك يعني ضغطه مستمره، ما اشيلش ايدي، مش زي ضغط عاديه بضغط ضغطه واشيل ايدي او ضغطتين ورا بعض واشيل ايدي، لا اشيل صابعي، لا ما انا مش شايل صابعي هنا، بحط صابعي وما بشيلوش خلاص. ده بيصغر ويكبر النافذه. دي حاجه كمان، في حاجه كمان بتظهر لو كبرنا دي كده ودخلنا عند اي حاجه من الحاجات اللي عندي، وبعدين من هنا غيرنا الشكل المعروض، جبنا اخر واحده الديتيلز، او بلاش اخر واحده كمان، خليناها في اول واحده خالص عشان تبقى كبيره. لو لاحظت هتلاقي الايه الايكونز عندي كبرت قوي يعني، شكلها بقى كبير وواضح يعني، ده بشكل ده بيريح بعض الناس يعني، على حسب اللي ترتاح له. انت عندك خمسه من هنا ممكن تختار اللي انت عايزه، ماشي. انا ما يهمنيش ده، انا يهمني اللي في الجنب ده اسمه السكرول بار اللي هو الشريط المنزلق، انا بقوم ضاغط عليه وما اشيلش ايدي برضك واشده لتحت، يوم يجيب لي الحاجات اللي كانت مختفيه اللي كانت ايه لسه تحت، يبقى انا كده قاعد اطلع وانس اطلع وانس. طب لو انا مش عارف اشده، عمل لك سهم تحت اهو، تضغط عليه يوم هو نازل، تضغط عليه من فوق يوم هو طالع. يبقى هو السهم نفسه بضغط عليه وانزله واطلعه، وفي نفس الوقت انا عايز اسحبه خلاص. يبقى كده اتعرفنا على الايه، على نظام الويندوز نفسه. عايزين نتعرف على حاجه كمان، ماي كمبيوتر اول ما بنخش ماي كمبيوتر هنلاقي ايه؟ هنلاقي الهارد ديسك عندي، اللي هو ماي كمبيوتر لما بخش بيبقى انا بخش على الهارد ديسك. الهارد ديسك عندي او الهارد بتاعي او القرص الصلب بتاعي اللي هو عليه البيانات بتاعتي، انا ما بخلوش حته واحده، بمعنى ان انا بقطعه حتت، بقسمه كل حته بقى اسمها تقسيمه، تقسيمه بارتيشن. بقى انا مقسمه هنا اربع تقسيمات، السي كل واحده باسم الحرف الانجليزي اللي بين قوسين، الدي الاي الاف، يبقى ده البارتيشن سي، بارتيشن دي، بارتيشن اي، بارتيشن اف، خلاص. كل قسم من الاقسام دي بيحتوي على شويه حاجات،
انا ممكن انقل ما بين الاقسام، ودي حاجه انا اتعرض لها قدام، بس انا يهمني فكره البارتيشنز نفسها، ان الجهاز متقسم تقسيمات خلاص. تحت بلاقي الفلوبي ديسك اهو، ده لو انا عندي فلوبي، وبعدين عندي سي دروم، وعندي الدي في دي، كل واحد مكتوب عليه سي دي يعني سي دي رايتر، وده الدي في دي رايتر خلاص. يبقى انا اول ما بحط اسطوانه بتشتغل من هنا، اسطوانه سي دي لو انا حاطها في السي دي، لو انا حاطها في الدي في دي هتظهر هنا خلاص. اظن احنا عرفنا قبل كده الفرق ما بين السي دي والدي في دي، ولو معرفه مؤقته الى ان نتوسع في الموضوع في المستقبل ان شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم محدثكم ابراهيم عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.